ماذا لو كنت غنية؟ هسافر العالم. إن الحمد والنعمة. هودي بابا وماما يحجوا كل سنة، هعمل قناة تلفزيونية وهصور برامجها أنا وأختي. ومعنا مراسلتنا من الميدان آلاء. آلاء هل تسمعني؟ آلاء أسمعك بوضوح أستاذة إيمان من الاستديو. الأستاذة ماما النهاردة كانت بصحة جيدة وعملت لنا حلة محشي وفرخة مشوية. شكرا، نعود لكم إلى شكرا آلاء. ومش هشتغل تاني أبدا. هعمل حفلة كل يوم، هبقى مبسوطة قوي وانا شايفة كل حاجة عايزاها بتتحقق. بس جسوس، بس انا دلوقتي كمان مبسوطة مع عيلتي الصغيرة، واكل يكفيني كل يوم انا وصحابي. انزل عشان ولبس كفاية قوي وأصحاب رائعين بكل فلوس الدنيا.